قائمة النادي الملكي لمواجهة براغا، وكم خبر على السريع؟ دعواتكم يا رجال الأهلي في فلسطين، إن شاء الله نصر قريب والرحمة للشهداء والفرج العاجل. قائمة ريال مدريد هي نزلت امبارح لمواجهة براغا في دوري أبطال أوروبا، عم تشهد غياب أكيد كورتو وميليتاو أمر مفروغ منه، ولكن عم تشهد أيضا غياب سيبايوس وأردا جولر. سيبايوس عنده شوية انزعاجات عضلية، لأنه اللاعب ما لعب أبدا، أيمت انزعج ما بعرف. أردا جولر حسب التقارير أنه اللاعب عم يتدرب مع المجموعة بشكل طبيعي، يعني عمليا ونظريا اللاعب جاهز، بس الفكرة أنه الطاقم الطبي وأنشيلوتي ما بده يستعجل له بعودة اللاعب، يعني عم يعمل شوية حماية للاعب. متوقع ان نشوف أردا جولر لأول مرة مع ريال مدريد حسب التقارير الصحفي يوم 5 نوفمبر أمام رايو فايكانو. أما بالنسبة للإشاعات عم تطلع عن لوكا مودريتش وانتقاله للدوري السعودي في يناير، خوسي أنخيل سانشيز الرئيس التنفيذي في ريال مدريد، لا توجد أي مفاوضات رسمية من جانب مسؤولي الدوري السعودي للتعاقد مع مودريتش في يناير، ولا يوجد أي فكرة لدينا عن رحيل اللاعب في يناير في الوقت الحالي. بالمقابل أكرم كونور انتر ميامي يخطط للتعاقد مع لوكا مودريتش. نظرا للاخبار اللي عم تطلع لوكا مودريتش ووضع لوكا مودريتش في ريال مدريد، فانا ما بستبعد خروج لوكا مودريتش في يناير من ريال مدريد. رايكم بهذا الموضوع في التعليقات. بعثة النادي الملكي اكيد وصلت لبراغا، هي بالفندق اليوم راح يكون في مؤتمر صحفي الساعه 8 وربع في توقيت مكه المكرمه لانشيلوتي، والحصه التدريبيه قبل المباراه راح تكون الساعه 9 مساء اليوم في توقيت مكه المكرمه. اللقاء راح يكون بكره الساعه 10 بتوقيت مكه المكرمه ان شاء الله على ملعب براغا. كانت اخبارنا اليوم، لا تنسى المتابعه يا غالي. دعواتكم لاهلنا في فلسطين، هلا مدريد.